تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الجمهورية يبحث مع نائب وزير الدفاع السعودي جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وزير التخطيط والتعاون الدولي يبحث مع الخارجية الألمانية دعم برامج التنمية في بلادنا. مكتب الصحة بساحل حضرموت يوقع اتفاقية مع الهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ مشروع استكمال بناء وتشطيب مستشفى المكلا للأمومة والطفولة بمنطقة 40 شقة بالمكلا. ندوة اقتصادية بالمكلا حول التنمية والاستثمار في حضرموت في ظل الوضع الراهن في البلاد. نشرة الأخبار من قناة حضرموت، أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي نائب وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز لبحث جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي اللقاء رحب رئيس الجمهورية بصاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مؤكدا على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها. وقال رئيس الجمهورية: لقد جسدت المملكة العربية السعودية أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على واحدية المصير والهدف المشترك، وذلك ما تجلى في وقوفها إلى جانب الشعب اليمني، محملا صاحب السمو نقل تحياته وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. من جانبه عبر نائب وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن سروره باللقاء، ناقلا لرئيس الجمهورية تحيات أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مجددا تأكيد موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار، مؤكدا على أن أمن اليمن واستقراره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة والخليج. التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج مع مدير وزارة الخارجية الألمانية للشرق الأوسط كريستيان باك لمناقشة سبل تعزيز ودعم المشاريع والبرامج التنموية ضمن عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. وفي اللقاء بحث الوزير العوج مع المسؤول الألماني مجالات التعاون المشتركة والدعم للخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة وتحسين جودة التعليم وتعزيز دور القطاع الخاص للقيام بالاستثمار ونقل التكنولوجيا. وفي اللقاء أكد المسؤول الألماني وقوف بلاده مع اليمن والاستمرار في دعم البناء المؤسسي لأجهزة الدولة والسلطة المحلية وتحسين الوصول للخدمات الأساسية ودعم عملية تحقيق الاستقرار في اليمن. وقع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت اتفاقية مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ مشروع استكمال بناء وتشطيب مستشفى المكلا للأمومة والطفولة في منطقة 40 شقة بمدينة المكلا. وخلال مراسيم التوقيع قال وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي في محافظة حضرموت، وسوف يسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر، خصوصا ممن يقطعون مسافات طويلة للحصول على خدمة طبية جيدة، مشيرا إلى أن أعمال استكمال البناء والتشطيب سوف تنفذ على مرحلتين، ابتداء من المرحلة الإنشائية إلى مرحلة إدخال أجهزة جديدة وأدوية ومحاليل طبية للمستشفى. وعبر الوكيل العمودي عن شكره باسم السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودولة الإمارات على اهتمامها بالجانب الصحي ومختلف القطاعات الخدمية. بدوره أكد الدكتور رياض بن حبور الجريري مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت على أهمية المشروع الذي تعثر لأكثر من 15 عاماً وسيقدم خدمة صحية لأربع محافظات وسيستفيد منه أكثر من 3 ملايين نسمة. فيما أوضح ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت حميد راشد الشامسي أن القطاع الطبي قد احتل جزءا كبيرا من اهتمام الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت للنهوض بالقطاع الصحي فيها، مضيفا أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي، حيث سيوفر المستشفى 150 سريرا ويقدم خدمات الرعاية الصحية في أغلب التخصصات ومنها النساء والولادة والأطفال وتخصصات في الباطنية والجراحة العامة والجراحات التخصصية.
نظمت الدائرة الاقتصادية بمؤتمر حضرموت الجامع ندوة اقتصادية بمدينة المكلا حول التنمية والاستثمار في حضرموت في ظل الوضع الراهن في البلاد. وتطرقت الندوة لدراسة الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين والتحديات التي تواجه النشاط التنموي والاستثماري ورؤية وضع الحلول لها وتفادي الصعوبات المماثلة، كما هدفت إلى فتح حوار مع المجتمع وتذكير للسلطتين المحلية والمركزية بأهمية تشجيع الأنشطة التنموية والاستثمارية في حضرموت خلال الفترة القادمة. وفي الندوة قدم رئيس اللجنة الاقتصادية بمؤتمر حضرموت الجامع الدكتور رشيد باربع شرحا لأهم المحفزات الجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والمعادن والتعدين، مؤكدا على ضرورة قيام هيئة الاستثمار بدراسة فرص الاستثمار في المحافظة وترتيب أنواعها وأولوياتها. ودعا الدكتور باربع في الندوة إلى إقامة مشروع ترويجي داخلي لتوزيع الخرائط الفنية والدراسات الاقتصادية الأولية للمشاريع المدروسة للاستثمار، مشيرا إلى أن عدد من المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة الكهربائية التي يتوجب الاهتمام بها في ظل أزمة الطاقة الكهربائية، وتشجيع المستثمرين للقيام بإقامة مشروع للطاقة الكهربائية لرفع مستوى الطاقة المتدنية في المحافظة. ألقت نقطة عسكرية بمدخل الشرقي لمدينة المكلا القبض على مهرب مخدرات بحوزته كمية من مادة الحشيش وهو يحاول إدخالها إلى المدينة. وضبط أفراد النقطة العسكرية التابعة لمحور الريان المهرب بعد ملاحظة تصرفاته المريبة التي دعتهم للتدقيق وتفتيشه وضبط كمية من مادة الحشيش المخدرة بحوزته كانت مخبأة في أحذيته والتحرز عليها، وإحالة الملف إلى إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وتقوم النقاط التابعة لقوات النخبة الحضرمية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية المرابطة في المداخل الشرقية والغربية لمدينة المكلا بضبط العديد من عمليات التهريب، كان آخرها الأسبوع المنصرم حيث ضبطت نقطة الصلب إحدى النقاط على المدخل الشرقي لمدينة المكلا مجموعة بحوزتهم مواد ممنوعة كانوا ينوون تهريبها إلى داخل المدينة. ونختتم نشرتنا بهذا الخبر، إذ تشهد مدينة الشحر الأسبوع المقبل فعاليات مراسيم زواج الرقة الجماعية الثاني برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سلمين البحسني. وللعام الثاني على التوالي تأتي فعاليات زواج الرقة الجماعي للتخفيف عن الشباب بمساهمة من عدد من المؤسسات الخيرية بالشحر. وتبدأ مراسم الزواج بعقد القران عصر الأحد 29 من سبتمبر بمسجد العيدروس بعقل باعوين، ويتخلله إقامة لعبة العدة بالإضافة إلى عدد من الألعاب الشعبية والتراثية احتفاء بهذه المناسبة. وبهذا الخبر الفرائح نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام الأخبار. وفي الختام إليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يبحث مع نائب وزير الدفاع السعودي جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وزير التخطيط والتعاون الدولي يبحث مع الخارجية الألمانية دعم برامج التنمية في بلادنا. مكتب الصحة بساحل حضرموت يوقع اتفاقية مع الهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ مشروع استكمال بناء وتشطيب مستشفى المكلا للأمومة والطفولة بمنطقة 40 شقة بالمكلا. ندوة اقتصادية بالمكلا حول التنمية والاستثمار في حضرموت في ظل الوضع الراهن في البلاد. وبالتذكير بالعناوين نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام الأخبار قدمناها لكم من قناة حضرموت الفضائية. إلى الملتقى، دمتم في أمان الله.